لمناقشة تطورات الملف النووي الإيراني في ظل مراوغات إيران وإحجام أمريكا، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة. أهلا بك سيد نوري. يعني الملاحظ أن هناك تصريحات متفائلة من علي باقر كبير المفاوضين الإيرانيين في مسار فيينا، يقابلها صمت أمريكي. هل برأيك تسير الأمور كما يريده المجتمع الدولي أم كما تريده طهران؟ مساء الخير. تسير الأمور اليوم لصالح طهران، حيث أن هناك تخبط في الإدارة الأمريكية، وهناك شاهدنا في الأسابيع الأخيرة تحدث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية واتهم الحكومة السابقة حكومة دونالد ترامب بدليل خروجها عن الاتفاق النووي السابق، وربط الموضوع بخروج حكومة ترامب من الاتفاق السابق. وبنفس الوقت اليوم انتشر تقرير في وول ستريت جورنال يتحدث عن أمور خطيرة جدا. يتحدث التقرير عن أن هناك بضع أسابيع أمام طهران للوصول إلى ما تبتغي له، فتسير الأمور لصالح طهران وليس لصالح المجتمع الدولي. بحسب محمود زاد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، تحدث عن قبول الغرب برفع العقوبات جزئيا عن إيران. برأيك يعني لو تأكدت تلك المعلومات، هل يمكن أن يجني الغرب في المقابل بعض المكاسب في ظل استمرار عمليات التخصيب في مفاعل نطنز؟ على الإطلاق، عودتنا إيران في خلال مفاوضاتها السابقة والآن تسير باتجاه نحو بشكل آخر نحو انشغال العالم عن ملفها النووي وعن تطوراتها الداخلية بشكل وآخر. فطهران تماطل للحصول على المزيد من الوقت لتحقيق طموحها في تخصيب المزيد من اليورانيوم وتفعيل أنشطتها وإلى آخره لتركيب ما تريده في إنتاج القنبلة البرية، هذا ما تطمح له طهران. سيد نوري، كما تعلم فإن طهران تعرقل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. السؤال هنا، هل لمس الغرب بوادر حسن نية من هذه الأفعال حتى يتفق على رفع العقوبات عن طهران؟ على الإطلاق، آخر تطورات قبل بضع أشهر، قبل نهاية سنة 2021، هناك إيران اقدمت على تكسير كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسافر إلى طهران رئيس وكالة الطاقة الذرية العالمية السيد روسي وناقش الموضوع أن لماذا طهران تعمل هكذا. فهذا اللعب بالقوانين الدولية من قبل طهران أصبح مألوفا لجميع الأعضاء الفرغاء الحاضرين على طاولة المفاوضات، ولكن بشكل آخر إيران تتكي على روسيا والصين، وهناك تواطؤ روسي صيني إيراني، وهناك سكوت مخفي أوروبي تجاه ما تعمله طهران. أمريكا ظلت لوحدها في هذه المفاوضات، لا هناك أمام إيران سواء الولايات المتحدة، والولايات المتحدة اليوم إدارة بايدن اليوم متخبطة جدا تجاه إيران وما تعمله. نعم، مؤشرات التقارب التي لم نسمعها إلا من الطرف الإيراني لو صحت، فكيف ترى أثارها على دول جوار إيران، ونعني هنا الخليج والعراق بالإضافة إلى اليمن؟ أولا على الإطلاق لا يوجد تقارب نهائيا، فإذا حدث أيضا أي نوع تقارب واتفاق على الملف النووي على العكس، إيران ستتطور بشكل آخر وستكون شرسة على محيطها ودول جوارها كما أثبتت في السابق. الحصول على المزيد من الأموال من قبل المجتمع الدولي وتدفق الأموال إلى إيران بشكل آخر، هذا يخدم مشروع إيران ولا يخدم مشروع المجتمع الدولي في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، سواء في العراق أو لبنان وسوريا واليمن وأي دولة أخرى. إيران تتمدد عبر هذه الأموال وتضخ أموالها للميليشيات المنتشرة حول في الشرق الأوسط بشكل آخر، فهذا ما تطمح لطهران أن تكتسب المزيد من الأموال لترسيخ ما عملته وتعزيز توفيقاتها الماضية في العراق واليمن ولبنان و هكذا المنطقة بشكل عام وسوريا. هذا ما تعمله طهران، وإلا لا يوجد شيء أنه نسميه هناك اتفاق أو تغارب وإلى آخره. هناك معركة حقيقة في غرفة ظلماء، والكل المتلاكمين في هذه الغرفة في الواقع لا يرى واحد لا يرى الآخر، كلهم يعني بشكل آخر
يعني مقفول عليهم الباب. فهذا الحالة اللي هي علقة فيها إيران من جهة وعلى فيها الغرب من جهة أخرى. إلى السؤال الأخير سيد نوري، يعني هناك مراقبون يقولون إن سياسة بايدن لا تختلف كثيرا عن سياسة أوباما، ما النتائج المنتظرة إذن من بايدن لو كان يشبه أوباما في سياساته مع إيران؟ أنا سبق وسميت أنه ولاية بايدن هذه الولاية الثالثة لإدارة أوباما السابقة في الواقع. نعم. وبشكل أضعف من ذلك، حيث كانت الأمور في 2015 حيث كان حدث الاتفاق النووي السابق كانت الأمور بشكل آخر تسير، كان وضع الشرق الأوسط بشكل آخر. الآن الوضع سيء جدا، سواء الوضع الإقليمي، شاهد وضع لبنان اليوم، يعني شاهد الوضع المنطقة، الوضع يسير لصالح الدول المتنمرة والمارقة على القانون الدولي وعلى محيطها زي إيران. فهذا ما يحدث، لأنه بنفس الوقت كما تحدث لك، يعني هناك إدارة بايدن إدارة يعني مشوهة، إدارة ضعيفة، ولكن والآن بدأت أصوات ترفع من قبل الديمقراطيين أنفسهم. أخيرهم كان السيد باب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تحدث وطالب حكومة بايدن باتخاذ سياسات جديدة تجاه إيران، حيث الاتفاق وجوده من عدم وجوده لا يحمل شيء للمستقبل، لا للسلام في العالم ولا للسلام في الشرق الأوسط، ولا يحل مسألة النووي في إيران على الإطلاق. فطالب الإدارة باتخاذ سياسات جديدة، هذا ما يعني أن هناك تخبط كبير أكثر مما حدث في إدارة أوباما. من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة، شكرا جزيلا لك.